في مجال السكن وتحسينا للخدمة العمومية، تطلق في هذه الأثناء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل منصة رقمية جديدة لفائدة مكتتبي عدل لسنة 2013 لتمكينهم من تسديد المستحقات المترتبة عن اقتناء مساكنهم. ولمزيد من التفاصيل تلتحق بنا على المباشر سهيلة دغموم. سهيلة، ما هي التسهيلات التي ستوفرها هذه المنصة الإلكترونية الجديدة لفائدة مكتتبي عدل؟ نعم سهيلة، في هذه الأثناء يتم إطلاق منصة إلكترونية لفائدة مكتتبي عدل سنة 2013 والذين لم يتمكنوا سواء من عدم تسديد مستحقاتهم أو تأخير معين. هذه المنصة الإلكترونية على حسب القائمين لحد الآن المعلومات الأولية هي ستوفر عدة خصوصيات سواء لغكلام الاحتجاجات أو الطعون. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا المدير العام المساعد في وكالة عدل. تفضل معي سيدي السيد بن علي محرز. سيدي، تحدث عن هذه المنصة الإلكترونية. السلام عليكم. بونك، كما سبق وعد المدير العام السيد فيصل الزيتوني، اليوم شرعت الوكالة في إطلاق منصة وطنية. هذا المنصة تنفيذا لتعليمات الوصاية. المنصة الوطنية هذه اليوم راهي الحمد لله تخص المكتتبين المسجلين في 2013 عدل 2، وكانت الملفات تاعهم درست بالقبول وما تمكن لهمش انهم يسددوا الشطر الاول. احنا الحمد لله اليوم المنصه هذه راح تسمح لجميع هذه الفئه من الولوج في الموقع الرسمي للوكاله ويقوموا بعمليه بسيطه وسهله، يسجلوا ويوضحوا الوضعية ديالهم، كسوا تحصل على أمر بدفع وما سددوش في الأجال المحددة، ولا ما معرفش الطريقة الصحيحة اللي بها يقدر يتحصل على الأمر بالدفع. احنا اليوم المباشر الحمد لله رانا اطلقنا المنصة ورانا في الوعود اللي كنا قطعناها. العملية تبدأ اليوم وتتواصل إن شاء الله إلى آخر مكتتب إن شاء الله. يعني هذا العملية ستسهل عليكم دراسة الملفات؟ العملية هذه راح تخلينا نقوم بإحصاء وتكفل بجميع الانشغالات. احنا نقول باللي كاين فئة اللي ما قدرتش لسبب أو آخر أنها تتصل بالموقع الأصلي للوكالة، اليوم جات الفرصة باش نقربوا للمكتتب ونكونوا باتصال مباشر معاه. راح يحين رقم الهاتف ديالو باش المعلومة تكون صحيحة. تحبوا نديروا ديمونستراسيون اون ديريكت نشوفوا الوضعية هذه؟ تفضل سيدي. على كل حال تتواصل كما تشاهدون في هذه الأثناء عملية إطلاق هذه المنصة الإلكترونية كما تلاحظون. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنصة الإلكترونية سنوافيكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. على كل حال في هذه الأثناء سيتم إطلاق هذه المنصة. وهو كذلك الزميلة سهيلة دغموم، كنت معنا مباشرة من مقر وكالة عدل. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.